أشواق يا حبيبي شارب الأشواق من حب سيدي شرف باش نكون اليوم في افتتاح مهرجان مستير مهرجان المدينة اللي رجعت الحيوية ورجعت الحياة اللي كانت عليها في من زمان. اليوم شفنا بسم الله ما شاء الله كيفاش الناس يعني في حاجة للفرحة، عبروا بكل طرق اللي عندهم الشيخ بسم الله ما شاء الله تفرهدوا. كنا في غمة بصراحة، كنا في أيامات عصيبة جدا، لكن ربي سبحانه وتعالى بفضله وكرمه منه رجعت الحياة كما كانت، والحمد لله رب العالمين تفرهدنا وعملنا ليلة من أروع أروع الليالي، كانت ممزوجة بين القديم بين الجديد بين الإنشاد بين الفن الشعبي. الحمد لله الناس قبلتني كما أنا وأنا قبلتهم كما حبوا هما، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بسم الله بسم الله ما شاء الله باش تكون عندي عروض أخرى إن شاء الله يوم الخميس في المدينة في الحمامات، بعدها في المايواي في نهار 24 نهار 28 باش نكون في قصيبة المديوني في قفصة في قصرين، وإن شاء الله ربما نكون في الاختتام نهار 30 باش يكون في المسرح البلدي إن شاء الله بإذن الله سمعني. نقول لأهالي مستير أشكركم جزيل الشكر، يعطيكم الصحة على رحابة صدركم على حسن التعامل معنا والرقي مع السهرة الليلة والرقي متاع الناس اللي جات كيفاش تعاملوا معنا بسم الله ما شاء الله. أشكركم جزيل الشكر وأشكر موزايك الإذاعة الأولى في تونس، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. شكري تليلي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بولاية المنستير. ولاية المنستير الحقيقة في شهر رمضان المعظم تشهد حراك ثقافي متميز وغير مسبوق على كافة معتمديات ولاية المنستير. المندوبية الجهوي للثقافة دخلت ودعمت مختلف المعتمديات خاصة الجمعيات التي بادرت للإشراف على تنشيط ليالي رمضان كمدينة جمال وطبولبة وقصر هلال، كذلك دور ثقافة اللي تعرفوا إمكانياتها محدودة دخلت مندوبية باقتناء لكل دار ثقافة 14 دار ثقافة في حدود عرض لكل دار ثقافة، إضافة إلى البرمجة اللي أعدتها دور ثقافة والفرق اللي استقطبتها المندوبية. معناها بخلاصة القول وأنه دعمت ب 27 عرض على مستوى ولاية المنستير، واللي لهاكم حاضرين معنا بارك الله فيكم في دار الشرع مقر صيانة المدينة اللي هذه مهرجان المدينة بالمنستير هو في شراكة بين الجمعية والمندوبية الجهوية، وقد أثثنا هذا البرنامج بخمسة عروض أذكر على سبيل المثال الليلة الافتتاح مع فوزي بن قمرة، وحيدة أدريدي، عادل سلطان وثلاثة فرق أخرى، معناها فما خمسة عروض. إن شاء الله أهالي المنستير إن شاء الله باش يعيشوا على وقع تسع سهرات تنطلق الليلة إلى غاية 26 دون انقطاع معناها بشكل متتالي. إن شاء الله هالبرمجة هذه ترتقي إلى مستوى ظنون أهالي ولاية المنستير. إن شاء الله بعد التقييم نشوف إذا كان فما نقيص، هو كل عمل منقوص إن شاء الله ندركوه، وإن شاء الله المنستير ديما فرحانة وإن شاء الله ديما مستير تعيش حراك ثقافي متميز ومش غريب ومش عزيز على أهالي ولاية المنستير العريقة والمجذرة في الثقافة.